ما عاد في وقت، ما عادش في وقت. الغرض من هاي الحلقة سببين. السبب الأول، في بداية هاي السنة عملنا فيديو للفيسبوك وكان عليها إقبال كبير، اللي فيها عم نتكلم إنه ملحقناش نبتدي في هذا العام، وإذ تكثر المآسي والأوجاع والحروب في كل مكان. والسبب الثاني، أنا كنت في زيارة عند جماعة مؤمنين وكنا بنتحدث عن المجيء الثاني، عن علامات مجيء الرب يسوع وأواخر الدهور. وفجأة في شخص من خلال الحديث قال ما عادش في وقت، خلاص يا أخ نزار النهاية قربت. قلت له بتعرف، بدي أجرب أعمل بث المباشر بنفس العنوان، ما عاد في وقت. أنا بدعوكم أحبائي أنه تشاهدوا هذه الحلقة. هذه الحلقة هي بمثابة تذكير وأيضا تحذير، وفيها تقرير للمصير. قرارك اليوم بحتم مصيرك وبحتم أبديتك. فأنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.